بسم الله الرحمن الرحيم. في جوله الكسبان والرابح الاكبر منها هو توتنهام هوتسبير. توتنهام هوتسبير اللي بيخلص مركز سابع وبيتفوق على ليستر سيتي 4-2 في ليله توهج جاريث بيل اللي في ربع ساعه حرفيا سجل هدفين. جاريث بيل نزل سجل هدفين وخلص توتنهام المركز السابع، في حين الناحيه الثانيه جمهور ارسنال ال 75 دقيقه ماسك الورقه والكشكول وعمال يبص على النتائج كده. ايفرتون خسران علامه صح، توتنهام كان خسران علامه صح، احنا كسبانين علامه صح، نيكولاس بيك مسجل هدفين، لا ده 100,000 علامه صح، وخلاص بقى احنا صاحطين بطوله المؤتمر الاوروبي السنه الجايه عشان خاطر تيجي الدقيقه 76 وتلاقي ان كل الاحلام والطموحات دي تبخرت وكاسبر شمايكل سجل هدف ومرماه، وطبعا بعد جاريث بيل ما نزل سجل هدفين والاحلام والطموحات دي راحت في الحمام، لان خلاص واضح ان السنه الجايه بالنسبه لارسنال هتكون سنه ما يعلم بالله ربنا، كرونكي مكمل مفيش بطولات اوروبيه ومايكل ارتيتا مكمل، الله يكون في عونكم يا رجاله. بالنسبه لجمهور ليفربول ففي بعض كبير منهم كان بيتمنى ان صلاح يسجل النهارده علشان خاطر يكون هداف الدوري، بس في البعض الاكبر كان بيتمنى ان الفريق يكسب علشان خاطر نضمن صعود دوري ابطال اوروبا، والنهارده لو كسبنا كريستال بالاس وتشيلسي تعثر ولسه سيتي تعثر هنكون احنا مركز ثالث، وده فعلا اللي حصل. فليفربول برضو طالع من ربحانين في الجوله الختاميه، لان ليفربول في عز ما الناس كانت مستنيه ان صلاح بقى هو اللي يسجل، ساديو ماني هو اللي سجل هدفين. والله ساديو ماني تقدر تقول كده ان دي المباراه الوحيده اللي ربنا كرمه فيها في السنه وقدر ان هو يسترجع مستوى ساديو ماني او يسترجع توفيق ساديو ماني السنه اللي فاتت، لان الهدف الاول الكره فضلت تخبط وجت لساديو ماني في منطقه الجزاء في الكره الضربه الركنيه اللي فيليبس لعبها، خبط في المساك وردت لماني والجون فاضي فماني سجلها، وبعد كده ماني سجل الهدف الثاني علشان خاطر ليفربول يضمن على المركز الثالث. طيب مانشستر سيتي، لا لا لا، انا اول ما شفت رحيم ستيرلينج النهارده جوه الملعب كالعاده يعني ما بحسش ان في خير بنشوفه من ورا هذا الرحيم رغم ان هو موجود في الملعب. رياض وجيسوس كانت فكره كويسه، وكمان كيفن دي بروين المستوى اللي هقدمه النهارده حاجه غير طبيعيه، بنودع احنا السنه اللي احنا كنا فاهمين ان هي تكون سنه ما يعلم بها الا ربنا بسنه جميله ومثاليه، واصلين نهائي دوري ابطال اوروبا مخلصين الدوري، وكمان اخر ماتش لينا بننزل اجويرو من على الدكه علشان خاطر يسجل هدفين وتكون الختام والوداع الاجمل لسيرجيو اجويرو في الدوري الانجليزي السنه دي، والهدف برده اللي سجله في الفرد خماسيه كده ولا اروع ولا امتع، وخمسه في عين لما يصلى على النبي عشان خاطر يعني احنا السنه دي كنا متخيلين حاجه والنهايه كانت حاجه ثانيه. اما تشيلسي فده اكتر خسران النهارده، سيبك من تشيلسي خسر قدام استون فيلا، اصابه ادوارد ميندي لوحدها خلت جمهور تشيلسي قاعد حاطط ايده على دماغه بيقول لك يا ساتر يا رب كده هينزل، لا ربنا يستر. فعلا اول ما كده نزل لبس الهدف الثاني وبعد كده خلاص يا جماعه طب بقى نبص بقى على النتائج بتاع الفرق، يمكن ربنا يكرمهم هم اللي يساعدونا النهارده طالما واضح ان استون فيلا واقف وقرر ان هو يعمل احلى مباراه ليه السنه دي واحنا بنقدم اداء سيء، ولسه الاستمرار على تيمو فيرنر ولسه الاستمرار على برضه الثنائيه اللي ورا تيمو اللي هو كريستيان بوليسيتش وموسم مونت. انا ما عنديش مشكله مع الثنائيه دي، انا عندي مشكله مع تيمو، دي المشكله الوحيده اللي انا بعاني منها في تشيلسي، مشكله ان انت بتستمر على تيمو رغم ان في مباريات جيرو يخلصها لك وفي مباريات ثانيه تامي ابراهيم يخلصها لك وانت برضه بتختار جيرو، بتختار برضه ان انت تكمل بتامي. عملت تغييراتك وكايا فيرتز وقدرت ان انت تسجل هدف، بس المشكله خلاص كان الماتش بدا يروح منك وبعد طرد اسبريكويتا خلاص حرفيا بدات ان انت تركز مع النتائج الماتشات الثانيه وتبص على لسه سيتي توتنهام. لسه سيتي توتنهام اللي كان تقريبا احلى ماتش النهارده، ده احلى ماتش انا اتفرجت عليه النهارده. لسه سيتي ضيع كتير وكمان توتنهام كان بيستغل الهجمات المرتده في ليله وداع هاري كين، هو النهارده ليله حاجات غريبه جدا كانت بتحصل في الجوله الختاميه دي، وداع هاري كين وناس كانت بتتمنى ان هاري كين يسجل عشان خاطر هاري كين يكون الهداف، دول بقى الناس القليله دي جمهور توتنهام اللي هم الصغنطتين دول كانوا بيتمنوا ان هاري كين يسجل عشان خاطر هاري كين يبقى الهداف، نصعد دور المؤتمر الاوروبي، هاري كين ربنا يكرمه ويقعد معانا السنه الجايه، لان بنسبه كبيره هاري كين خارج بره توتنهام السنه دي وراح على توتنهام، فهاري كين ورفاقه قدروا ان هم يخدموا نفسهم وقدروا كمان ان هم يخدموا تشيلسي ويخلصوا على ليستر سيتي واحلام ليستر سيتي تماما علشان خاطر ليستر سيتي يروح للمركز الخامس. مالناش حد احنا كده، احنا خلصنا يعني بجد والله، سيتي نزل اتدلع نفسه وكسبنا، ليفربول هو برضه طلع كسبان النهارده وساديو ماني قدر ان هو يرجع. طيب والناحيه الثانيه برضه ناحيه تشيلسي اتكلمنا على تشيلسي، طيب بالناحيه الرابعه، الناحيه الرابعه بقى برضه اتكلمنا عنها اللي هي ليستر سيتي. لا مانشستر دلوقتي ما مخلص مركز ثاني، معلش والله من كتر ما كان في ماتشات كتير النهارده الواحد ضربت منه، لان بصراحه كان في حاجات حلوه كتير قوي اتقدمت النهارده، والواحد برغم الجوله الاخيره دي بيحس ان في متعه كبيره جدا ومتعه غير طبيعيه في عدد الماتشات اللا محدود اللي هم 11 مباراه 22 فريق بيلعبوا في توقيت واحد، فانت بتبقى نفسك تتفرج على حاجات ولقطات كتير جدا، بس بعد ما بتخلص المباريات دي بتزعل ان الدوري الانجليزي خلص، لان الدوري الانجليزي واحد من افضل واجمل الدوريات في العالم، سواء انت بتحب الدوري الالماني ودول كل جماهير، انت بتحب الدوري الايطالي ودول فئه كبيره من الجماهير، او انت بتحب الدوري الاسباني ودول فئه كبيره جدا من الجماهير،
اما الدوري الانجليزي فهو فعلا لازم كلنا نتفق او نختلف ان ده واحد من اجمل واعظم الدوريات اللي احنا بنتفرج عليها في كره القدم. لو انت من جمهور توتنهام او انت من جمهور ليفربول وطلعوا كسبان النهارده فممكن تعمل لايك او سبسكرايب لاخوك، اما لو انت من جمهور تشيلسي فهارد لك على ثابت ادوارد مندي وهارد لك على خساره النهارده، اما لو انت من محبين زياش ورياض محرز فالاثنين لعبوا ورياض محرز التغييره بتاعته بتاعت اجويرو رياض كان طالع بنيه سالكه فاجويرو نزل سجل جولين وحكيم زياش نزل عمل اللي هو يقدر عليه، اما ابو صلاح فمع الاسف الشديد البصله بصها له ثاني ماني عشان خاطر يسجل بيها تقريبا كده ثاني كان حاطط فيها الكوره فصلاح ما قدرش ان هو يسجل والمباراه خلصت على خير وكل سنه وانت طيب بمناسبه نهايه الدوري الانجليزي. مش شخص الحاجة انا عملت لك او سبسكرايب لاخوك في القناة لو حب ولا حرام صديقي.